هذه الشهادة أهم من كل شيء، لأن هي اللي تقول تنقلاتي. شهادة مقدمها المدير العام للأمن الوطني المغربي، يعني يشرح فيها، يعني يقول فيها أنت كنخرج وأنت كندخل. شحال في 2015 مثلا؟ في 2015 صورتيها هما 18/1/2015 الدخول، 22/1/2015 خرجت يوم 18 رجعت يوم 22/1. في يوم 24/1/2015 خرجت دخلت يوم 1/2/2015 حوالي أسبوع أو 8 أيام. يوم 2/3/2015 خرجت ودخلت يوم 6/3/2015 اللي حوالي 3 أيام. يوم 30/3/2015 خرجت ورجعت يوم 2/4/2015 تقريبا 3 أيام تهي كذلك. يوم 21/7/2015 خرجت ودخلت يوم 22/7/2015، يعني يوم مشيت للخثيرس ورجعت. هذا يعني هذا مجموع، هذه في 2015 مثلا مجموع مجموع اللي خرج فيه حوالي 21 يوم. نعم، في العام كله، بمعنى اني جلست في المغرب 339 يوم، وخرجت عن المغرب 21 يوم، في الى فرنسا الى اسبانيا الى موريتانيا.